صباح الخير. تعد الزهور من أكثر الهدايا المحببة بالنسبة للأشخاص، ويلي كتير من الناس بيحبوا أنه يهدوها أو حتى أنه هن ينهدوا منها. دائماً بفترة الأعياد والمناسبات بيكون للزهور حكاية خاصة، وبيكون إلى رونق أنه ناخدها هدية بالأعياد، وخصيصاً بفترة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة، وخصيصاً أنه في نبتة خاصة بهذا العيد وهي زهرة الميلاد أو فينا نقلها بونسيتا. اليوم رح نتعرف أكثر عن هي الزهرة ونعمل تنسيق زهور خاصة مع منسق الزهور منير حيدو. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك، ميلاد مجيد يا رب. تسلمي، الله يخليك. استاذ منير، يعني كنا عم نحكي انه فعلا الورد كثير الناس بيحبوه، قلال يمكن يلي ما بيحبوا الورد. ليش هي محببة الزهور بالنسبة للناس وإلى معاني ودلالات كثيرة؟ لأن الورد هو دائما هو بيعبر عن المشاعر، بيعبر عن الفرح، بيعبر عن كل شيء جميل بالحياة. والورد هو دائما مشاعر، يعني احاسيس. دائما مثلا للعيد الميلاد في نبته، مثلا نبته الميلاد، في مثلا للافراح تنسيقات بتكون مميزه بتعطي بهجه وسعاده بالمكان الفرح او مكان عيد الميلاد، او مكان للمريض بيعطي مثلا تفاؤل وبيعطي امل. بالنسبه للصداقه كمان في الورد، في يعني دائما مشاعر بتكون لها معانيها الخاصه. يعني مثل ما ذكرت انا بالمقدمه انه نحن هلا بفتره اعياد الميلاد المجيد، وفي نبته خاصه يلي هي زهره الميلاد، بونسيتا ونجمة الميلاد. لها كثير اسماء، خبرنا عنا لهي النبته، عن اسمائها وليش فعلا هي سميت بهذا الاسم. هي نجمة الميلاد، هي البونسيتا، هي بتزهر من شهر من 15-12 حتى 20-1. بالنسبة للهي، لأن جماليتها هي نبتة خضراء وبتزهر اللون الأحمر ب 15-12، هي أثناء أعياد الميلاد. بالنسبة لموطنها، موطنها الأصلي هي فرنسا، هولندا، ألمانيا، وشرق البحر، البحر الأبيض المتوسط طبعا. نحن عنا وعاشت عنا، لذلك صار في إنتاج عنا منا نجمة الميلاد. هي قديش بتعيش تقريبا؟ بتعيش على طول، يعني مثلا بتعيش سنة سنتين على حسب المناخ تبع. المناخ تبعها لازم يكون هو درجة حرارة من 15 للعشرين أو 25، رطوبة باستمرار، تكون التربة دائما رطبة، ما بدها مثلا ري كتير ولا قلة مي، دائما التربة تضل رطبة. وضوء إضاءة خفيفة، وهي نبتة داخلية، يعني ما بتنحط على البلكون، ما بتنحط على البلكون، ما بتنحط بدرجات حرارة دنية ولا بحرارة عالية. هي موطنها الأصلي مثلا دائما أوروبا، أوروبا لأن درجات حرارة من 15 للـ25. يعني هي بتضل خضرة كل هالفترة اللي عايشتها، بس بيطلع لها زهور بفترة الميلاد، فترة عيد الميلاد. تمام، لذلك تسميتها اجت نجمة الميلاد. لا اسم ثاني قلت لي، بنت الأنصول. بنت الأنصول، ليش هذا الاسم؟ لأن هذا الاسم المحلي اللي بينطلق عليها، هي القدماء كانوا يعرفوها بنت الأنصول. أما حاليا هي بونسيتا ونجمة الميلاد. نعم، قديش في منها أحجام وبتكبر؟ طبعاً. قديش الحجم يلي بتوصله؟ يعني هذا أكبر حجم بتوصله؟ لا، في أكبر وأكبر. هي طبعاً يعني مثلاً كل ما كبرت بالعمر، كل ما كبرت النبتة وكل ما صار حجمها أكبر. هي بتبلش من قياس 20 سنتي حتى المترين بتوصل. وفي منها شجر كانت بدمشق موجودة، بكذا منطقة بدمشق موجودين. هي يعني نحن بنقدر ننقلها لتربة تانية لحتى بس تكبر، ما؟ طبعا. هلأ بتعيش بحوضة مثلا سنة، كل سنة لازم تنتقل لحوض أكبر. نحن رح نرجع لهي النبتة الحلوة فعلا والمميزة، واليوم حضرتك محضر لنا تعملنا تنسيقة ورد وجايب لنا اياها. هي فينا نستخدمها كهدية بأعياد الميلاد؟ طبعا بأعياد الميلاد. هو احلى لونين، هو اللون الاحمر واللون الابيض مع الاخضر. اخترت الورد الجوري الاحمر. واخترنا الابيض مع الكريزانتيم الابيض والاخضر. رح نسوي تنسيقه هي للصباحيه حتكون. شكرا لك. طبعا مو كل التنسيقات بنقدر ناخذها بكل الاوقات، يعني لا، كل شكل له كل وقت معين. كل موديل له خاصية بالمناسبة هاللي رايحينها. تمام. هلأ هاي نحن رح نساوي تنسيقة اليوم
تمام. دائما اللون الاحمر هو بالورد بيكون محبب اكثر شيء بالنسبه للعالم. للعالم هو اكثر شيء اللون الاحمر بيدل على الحب، بيدل العرق الاخضر وقت ما نضيفه شو الشيء المميز اللي بيعطيه وقت بنكون عم نعمل بوكي ورد او غيره، وليش لازم هو فعلا دائما يكون موجود؟ دائما الاخضر هو الاكسسوارات تبع الورد، مثل الورده هلا مثل نجمه الميلاد هي خضراء وفيها اللون الاحمر، نحن بنستخدم اللون الاخضر والاكسسوارات عشان يضيف عليها الجماليه تبع الورده. هلا دائما العالم بيجيها هدايا ورد، بس مو كل الناس بتقدر تعتني فيها بالطريقه الصحيحه، مثلا لحتى تضل عايشه اكثر فتره ممكنه عندهم ومزينت لهم صالون البيت بهي، كيف نحن بنقدر نعتني وقت تجينا بوكي ورد حلوه ومشان ما نخسرها، كيف بنقدر نعتني فيها خصيصا انه هلا عم بتجيب هدول الاسفنجات يعني، فتخبرنا عن هذا الموضوع. هلا بالنسبه للاسفنج نحن هلا عم نشتغل فيه، هو بيمتص يحتفظ بالماء ثلاث ايام. ايام احنا لازم كل يوم نحن نضيف المي للاسفنجة عشان تضل رطبة وعم تمتص الوردة من نعم من الاسفنجة الموجودة. بالنسبة للورد هو عمره الافتراضي 15 يوم. درجة حرارة كمان ما بده درجات حرارة عالية، كمان درجات حرارة يعني 15-20 بيعيش اطول وقت ممكن بالنسبه للازهار القطف. وهي الاسفنجه نحن كل ثلاث ايام لازم نحط لها مي؟ كل يوم نحن مثلا نعبيها مي، يوم بتكون نحن عندنا الورد بالفازه بفازه مي، لازم كل يوم يتغير المي ونحط مي بارده، وكمان نقدر نحط نقطه كلور بالنسبه للمي عشان ما تساوي تعفن وطالع ريحه. بدي اقول لك انه دائما بتتغير لون المي بالفازات او يمكن بتخرب الفازات، هون العالم بيصيروا بيقولوا انه لا ما رح احطها بالفازه بدها يتعلم يعني او شيء. طبعا هو نحن يوم عم نضيف نقطه الكلور للمي ما بتساوي هالاكسده وبتساوي هالبكتيريات اللي عم بتصير لونها خضراء. هي معلومات لازم كل ست بيت يمكن نقطه كلور مع المي بتطلع ما عاد طالع ريحة وبتكون بشكل أجمل امتصاص. طبعا ما بتساوي الأكسدة وما بتساوي أي تعفن بالماء، هو التعفن اللي عم يساوي الريحة. نحن يعني بيصير في تبادل هدايا بأعياد الميلاد المجيد وكل حدا يا بالعائلة يا أما وقت عائلة بتروح لعند ناس بياخدوا معهم كدو حلوة وبيقدروا أنه هن ياخدوا الورد. قديش لازم اختيار الألوان له دور يعني، بحيث أنه نحن نعرف كيف نختار ألوان البوكيه تبعنا اللي بدنا نهديها للناس وبما يخص المناسبة. نعم هلا مثلا نحن عندنا الازهار، في ازهار موسميه وفي ازهار دائمه. هلا بالنسبه للروز، الروز ازهار دائمه، بالنسبه للليليوم ازهار دائمه، الكريزانتيم ازهار دائمه. مثلا نحن هلا عم نختار اللون الابيض والاخضر والاخضر والابيض، وفي كمان هيك اللون هذا في كمان الزهري. هذا كل مناسبه إلى ألوان الخاصة، مثلا ألوان الأعياد، عيد الميلاد، عيد الميلاد المجيد، عيد رأس السنة، دائما بنفضل الألوان الأحمر والأبيض، يعني ليعطوا التفاؤل ويعطوا الأمل وليعطوا كل شيء حلو جديد بالحياة. نعم، نحن كمان بنقدر ناخذ نبتات، هلا شفنا نبتة زهرة الميلاد وفي كثير من النبتات، شو من النبتات يلي بتنصح إنه فعلا نحن نقدر ناخذها هدية، كمان بتعبر عن شيء كثير حلو إيجابي وبتقدر تقعد فترة منيحة عنا بالمنزل. هلا في عنا النباتات الدائمة مثلا مثل اليوغا مثل الدراسينيا، في كثير أنواع نبتات، هي دائمة، نبتات دائمة الخضرة ودائمة بالمنازل. بالنسبة للنبتات الموسمية في عنا الهيسانت هلا بتطلع ريحة حلوة، أبصال ريحة حلوة، في عنا نبتة مثلا سنسفيرا، في نبتات كتير حلوة ومنورجيكم عليها دائما، نجيب كل فترة إن شاء الله بنعمل أكيد تسلمي حلقات مختصة فيها. في أنواع نباتات دائمة، دائما النبتة العرق الأخضر بالبيت بيعطي التفاؤل، بيعطي يعني جمالية البيت وفيها روح، وفيها روح هي دائما، غير الصناعي، الصناعي طبعا
ما له روح. أما الزهرة يوم عم تشوفيها عم تكبر وعم تصغر، يعني أنت بتحسي بالرياحة نفسية بالنسبة للنباتات. خلصت نحن ولا لسه ما خلصنا؟ لا خلينا نخلصها شوي. نحكي كمان عن موضوع ذكرت حضرتك أنه النباتات لازم تكون مبللة، فالعالم فكروا أنه مبللة يعني أنه مجأجأة. لا، نحكي كيف يعني مبللة، قديش يعني تقريبا نسبة البلل، كيف بنقدر نقيسها بطريقة صحيحة؟ الطريقة الصحيحة هو نحن نشوف التربة، التربة يوم نحط إيدنا عليها منلاقيها رطبة، رطوبة عادية مو مبللة كتير، هون بيكون ما بدها مي. أما يوم بلاقيها جافة أو بلاقيها مثلا نسبة المي عليها كتير، لازم دائما أنا خفف الري وأعرف أعمل معدل الري مثلا كل 3 أيام، بالشتاء كل أسبوع، بالصيف على حسب درجة حرارة البيت. درجة حرارة قديش لازم تكون بشكل عام درجة حرارة البيت لتناسب النباتات يعني المنزلية اللي داخل المنزل؟ دائما درجات الحرارة النباتات دائما بتعيش من 15 حتى 25. يوم بتطلع أكثر من هيك طبعا بتبلش تتعب بتتساقط ورقة النبتة. دائما بتعطي لون اصفر، وهون بدنا مثلا نسمدها نعطيها اسمده مثل اي فيتامين. مثلا الانسان يوم بيمرض لازم ياخذ مضادات حيويه، والنبته كمان نفس الشيء لانه عرق حي. لازم للنباتات انه نحط لون سماد؟ طبعا. حتى النباتات المنزليه يمكن هون في ناس كثير بيهملوا هذا الموضوع، بيقولوا عم اسقيها حاطط لها شويه شمس. لا، هو دائما ابدا بده فيتامين، هو السماد عباره عن فيتامين، لان الخواص اللي بالتربه بتخلص خلال مثلا 6 اشهر، لازم بعد 6 اشهر انا بلش اعطيها فيتاميناتها. لازم اعتني فيها مثل كاي طفل صغير النبته عم تربى بالبيت. صحيح، وهي بتصير من جو البيت. وهلا النبته تنسيقها خلصناها صارت جاهزه، بس هي من بخلي اياها من شان هذا ملمع. ملمع على الاوراق اكيد ما بيأذيهم. لا طبعا، بالعكس بحافظ عليهم. هاي بحافظ عليهم. محضر لنا كمان شغله صغيره جايب لنا اياها، خلينا نشوفها. شغلات جديده بس دقيقه لنفتلها من شان تكون واضحه على الكاميرا. نشوف كيف بنقدر نعملها بطريقه مميزه. هاي شو هي؟ هي انبوبه عم بيكون فيها مجففات. طبعا نحن يوم بدنا نهدي شخص عزيز علينا ممكن نحن نبخ العطر تبعنا اللي نحن بنستعمله، نحطه مع الرساله اللي بدنا نكتبها او الكرت اللي بنكتبه ونحطها ومنحطها. هي بتضل اذا دبل يعني الورد، يعني بدل الكرت بنقدر انه نحن نحط هاي وفيها طبعاً عرق اخضر وفيها الرساله وبنحافظ عليها. نحطها هون ولا انا هيك عم خرب؟ هيك مضبوطة. تمام، هيك مضبوطة. يعني بدنا نشكرك كثير على هالتنسيقه اللي كثير حلوه، وهي ما يمكن كثير كبيره، بسيطه ولكن بتعبر عن المحبة. شكرا كثير لك كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها استاذ منير، وايضا شكرا لكم مشاهدينا. ان شاء الله نكون قدرنا نقدم لكم معلومه حلوه، وضل دائما كل ايامكم كلها هيك بالوان الورود الجميله. شكرا كثير لكم، باي باي.